في عناوين النشرة: مذكراتا تبليغ سوريتان بحق جنبلاط وخشان بتهمة النيل من هيبة الدولة. ما عندي مشكلة، يبلغوني مباشرة، ما فيها مشكلة. شو هي قاضية إنه تطلع مذكرة بحق سوريا؟ بعد يومين فخامة الفراغ يحط في القصر الجمهوري وجعجع حزين. اليوم يوم حزين لأنه كان في عندنا إمكانية جدية. في الخاص زراعة الحشيشة والسلاح حاميها. إلا التلف الدولي. الجيش السوري يستعيد سجن حلب. وفي النشرة أناكوندا ترحب بمذيع. تفاصيل هذه العناوين وغيرها من الأخبار ترقبوها في النشرة بعد قليل. مساء الخير. والمونديال قبل الرئيس أحياناً، ففي المنافسة بين الكرسي والكأس قد يختار اللبنانيون تأمين طابتهم، لأن الكرة الرئاسية أصبحت في ملاعب خارجية ولا فرصة لنا في أي ضربة جزاء محلية. لكن العرقلة والتعطيل هما في كلتا الكرتين الرياضية والسياسية، ومباريات كأس العالم محجوزة السماء بحق حصري مدفوع يفرض على المشاهدين مبالغ مالية، ولم يستحصل التلفزيون الرسمي على أي حقوق في بث المباريات محليا حتى الآن، على الرغم من الوعد القطري الأميري بذلك. لللبناني حق الاطلاع والمشاهدة بلا ثمن، ولتلفزيون لبنان الحق في استرجاع الثقة بشاشته التي عانت الصدأ بعدما عاشت عصورا ماسية ولم يخربها إلا وصايات وزراء الإعلام عليها. التعطيل هو لغاية الآن متحكم بقرار بث المباريات عبر المحطة الوطنية، والتعطيل أيضا هو من يضرب منشآت كل الوطن ويرفع كأس الفراغ على أعلى كراسيه. اليوم انضمت الجلسة الخامسة إلى الأربع اللواتي سبقنها، فمن كان في القاعة العامة لم يؤمن نصاب الثلثين في ظل غياب عدد كبير من نواب الفرقة الثامنة. انتهت الجلسة التي لم تعقد، والموعد المقبل رهن بحدوث تطورات تشبه المعجزات. وبانتهائها وجد سمير جعجع حزينا يتندر على جلسات لم تنتخب رئيسا قويا، على اعتبار أنه كان ينتظر تتويجه رئيسا اليوم وأخل مجلس النواب بالوعد. انتخاب الرئيس مجمد ومذكرات التوقيف متحركة، بيد أن مراسلاتها جاءت على شكل غامض. وليد جنبلاط وفارس خشان على لائحة الجزاء من محكمة اللاذقية، لكن وزارة الخارجية اللبنانية نفت تسلمها المذكرتين فيما أكدتهما وزارة العدل. في المقابل صدرت مذكرة بلاغ سياسي هي الأولى على هذا النحو الواضح لوزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي أدلى للفورين بوليسي بمواقف تضعه على خطوط تعزيز الوفاق مع حزب الله، وهو قال إن ما قام به الحزب في منطقة القلمون السورية قلص عدد السيارات المفخخة كثيرا. هي مذكرة سياسية تعطي حزب الله حقه، لكن المذكرات الصادرة بحق جنبلاط وخشان لا تساوي حبرها على حد وصف الوزير وائل أبو فعور من جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السرايا. إذن لغط في لبنان وصمت في سوريا في ظل معلومات عن صدور مذكرتي توقيف بحق كل من النائب وليد جنبلاط والصحفي فارس خشان من محكمة الجزاء في اللاذقية. من خلال الإعلام انتشرت صور لمذكرتي توقيف صادرتين من محكمة الجزاء في اللاذقية بحق كل من رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط والصحفي فارس خشان، وذلك بتهمة النيل من هيبة الدولة.
وفي حين لفتت المعلومات الأولية إلى أن طلب التبليغ أحيل إلى وزارة الخارجية في لبنان ومنها إلى وزارة العدل مع انتشار صور تؤكد مراسلة السفارة السورية وزارة الخارجية اللبنانية في هذا الخصوص، نفت مصادر الخارجية اللبنانية أن يكون وصل إليها أو بعثت بأي طلب من هذا النوع، في حين لفت وزير العدل أشرف ريفي إلى أن المذكرتين وصلتا إلى السفارة السورية في لبنان مؤكدا أنها سلمتها إلى وزارة الخارجية التي أحالت المذكرتين إلى وزارة العدل. ريفي أحال المذكرتين إلى هيئة الاستشارات والتشريع قبل اتخاذ القرار في كيفية التعامل معهما، مع ترجيح أن ترفض وزارة العدل التبليغ. الجهة السورية غابت كليا عن السمع وتعذر التواصل معها وسط غياب لأي موقف رسمي ينفي أو يؤكد الخبر. وفي ظل هذا اللغط حول طبيعة المذكرتين وفي أي سياق تأتيان، وخصوصا ما يذكره طلب التبليغ من أن الجلسة المزمع عقدها تأتي للنظر في استئناف جنبلاط وخشان ضد الحق العام، ما يوحي بوجود حكم بدائي سابق، غير أن مصدر التبليغين من محكمة جزاء اللاذقية يلفت في المقابل إلى اختلاف القضية عن دعوى اللواء جميل السيد في قضية شهود الزور ومذكرات التوقيف التي صدرت سابقا بحق 33 شخصية لبنانية. لتوضيح الصورة، كان لقناة الجديد اتصال بالصحفي فارس خشان الذي فضل الاستمهال قبل إعطاء رأيه الأخير في الموضوع. مش واضح، أنا لأنه ما بدي بطن عرب السياسي، مش واضح شيء عندي بالسياسي شو عم بيعملوا. بس مزبوطة هي، أنت بلغت. نعم يعني هي مزبوطة، أنت بلغت بالموضوع. بلغت طيب، بلغت إعلاميا يعني. ما في شيء رسمي يعني بلبنان، في شوية لغة. ما عندي مشكلة، يبلغوني مباشرة، ما فيها مشكلة. شو هي قاضية إنه تطلع مذكرة بحق سوريا؟ هي وزارة الخارجية عم تقول ما في شيء منه، والباقي عم بقولوا مبلا فيه وفي صور وفي هيك. لا ما في صور، شو هيك أنت؟ ما عم عايز تطلعني، ما في شيء على أحسن. يعني ما في شيء أحسن، بس إذا في شيء عم بتقول ما في شيء بدنا نسأل ليش عم بتقول ما في شيء. يعني بحق لي بس أدرس شوي، لأنه مش أنا متفاجئ بالموضوع. أوكي يعني ما في شيء كبير يعني، بس إنه بس بدي يعني أنا بس عم بقرأ بالسياسة، بس عم شوف بالسياسة لوين بتوصل. في المقابل فضلت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي التريث للتأكد من صحة المعلومة وطبيعتها قبل إعطاء أي موقف سلبي أم إيجابي في القضية، فيما لفتت مصادر مقربة من النظام السوري إلى أن هذه القضية قد تكون ملفقة وتأتي في هذا التوقيت بهدف الضغط على النائب جنبلاط لإحداث تعديلات في موقفه، ونحن في مرحلة انتخابات رئاسية. جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية من التعيينات الإدارية، التفاصيل نطلع عليها مباشرة من الزميل رامز القاضي. رامز، طبعا أنت معنا مباشرة من السرايا، ماذا في تفاصيل هذه الجلسة وما هي التعيينات التي أقرت تحديدا؟ نعم جورج، يعني بداية هذه الجلسة ربما تكتسب أهمية خاصة نظرا إلى أنها الجلسة ما قبل الأخيرة في نهاية عهد رئيس الجمهورية ميشيل سليمان، وهذه الجلسة اليوم يعني تعطي أكثر من إشارة سياسية في أكثر من اتجاه على كون الحكومة مجتمعة برئاسة يعني حكومة الرئيس تمام سلام قادرة على إدارة دفة الحكم في البلاد مع مجلس الوزراء مجتمعا. هذا الأمر عكسه جدول أعمال دسم من 100 بند، وأيضا كلام استهل الجلسة به الرئيس تمام سلام بقوله أن على الحكومة يعني تضافر جميع القوى السياسية داخل الحكومة من أجل يعني انتخاب رئيس الجمهورية وعدم السماح لفترة الشغور أن تطول. أيضا أكد سلام يعني في ظل الجدل الدستوري عما إذا كانت هذه الحكومة قادرة على تولي صلاحيات رئيس الجمهورية، قال أن الحكومة ستقوم بواجباتها كاملة للسهر على مصالح اللبنانيين بانتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية. هذا مؤشر أيضا إلى أن ممكن يعني فترة الشغور يعني في اليومين المقبلين لا إمكانية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. في السياسة جورج، أيضا رد وزير العدل أشرف ريفي على مذكرات التوقيف بحق النائب وليد جنبلاط والصحفي فارس خشان، قال أنها فيها كثير من المغالطات وستردها الوزارة لأنها فيها مغالطات ومخالفات بالشكل وبالمضمون. أما الرد يعني من وزير الحزب الاشتراكي داخل الحكومة وائل أبو فاعور، فاعتبر أنها لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت فيه. ده أبرز التعيينات جورج، عينت سوزان خوري مديرا عاما للأحوال الشخصية، هدى سلوم لإدارة السير والمركبات،
عمر حمزي مديرا عاما للبلديات، وايضا يعني هناك جمله من ملايين الدولارات للطرقات في مختلف المناطق من عشقوط الى اهمج وغيرها مثلا. نعم. يعني زف الوزير جبران باسيل كان على تويتر يعني حصه البترون من هذه الخدمات في منطقه البترون، تزفيت الطرقات وما الى هنالك من شق طرق. نعم. هذه هي يعني اجواء هذه الجلسه. على كل حال نحن بانتظار خروج وزير الإعلام لتلاوة هذه المقررات. نعم، شكرا لك رامز القاضي. إذن هذه هي الجلسة ما قبل الأخيرة، إشارة إلى أن غدا هي الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء في عهد رئيس الجمهورية في قصر بعبدة. قبل يومين من الدخول في الفراغ وشغور سدة الرئاسة الأولى، جلسة انتخابية برلمانية أعلنت إفلاس القوى السياسية في إيصال شخصية إلى القصر الرئاسي. وفي الجلسة الخامسة أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري استياءه من الستاتيكو النيابي، إذ قرر إبقاء الجلسات مفتوحة، وعندما يتوافر أي شيء جديد سيوجه الدعوة فورا إلى عقد جلسة. وذهب إلى أبعد من ذلك من خلال الإعلان عن جلسة تشريعية الثلاثاء المقبل لاستكمال البحث في سلسلة الرتب والرواتب، على أن تكون هناك جلستان صباحية ومسائية. المشهد النيابي داخل قبة البرلمان حافظ على رتابة آخر ثلاث جلسات، إن لناحية النصاب الذي تراوح بين 73 و75 نائبا، وإن لناحية اتهام كل طرف الطرف الآخر. موضوع المثلث اللي طرحه الجنرال ميشيل عون امبارحة، هذا الموضوع يعني أنه نسف المناصفة ونسف اتفاق الطائف، وأنا برأيي اللي حكي فيه موضوع خطير جداً. نشوان حكى بمثلث، مين طرح مثلث؟ عم ينحكى بقيادات عندها وزن وعندها حضور على المستوى الوطني، وبالتالي التفاهم بين هذه القيادات قد يكرس المناصفة، مش قد يكرس، أكيد بكرس احترام الدستور والميثاق أكثر بكثير من العشرين سنة اللي مرقوا. الانقسام اللي وصلنا فعلا لتعطيل النصاب، والحل الوحيد ما بيكون إلا بانتخاب رئيس يكون فعلا رئيس يتحاور مع الكل. والأهم إذا كان مصر أنه هو القوي، وأنه الرئيس الحريري قوي، وأنه السيد حسن قوي، أن التمثل بالكرامي فلاحه يعمل مثلهم. ما تصدوا هن لتولي المسؤوليات الرئيسية بالبلد، وافقوا على شخصيات غيرهم من طوائفهم، والدنيا بألف خير عندهم. التوافق والوفاق بيكون مع الفريق السياسي، أي مع 14 أدار، وليس بالمفرق. الجنرال ميشيل عون بموقفه الامبارح عبر عنه وعم يحكي عن رأيه الشخصي. نحن ك مش مستند على معطيات بعد اجتماعات مع الرئيس سعد الحريري وتواصل معه؟ أكيد مش هيك. نحن غير أن الجديد الوحيد هو التباين في الآراء بخصوص دستورية عقد جلسات تشريعية في ظل شغور الرئاسة الأولى، وهذا قد يكون العنصر الوحيد الذي اتفق في شأنه الأطراف المسيحية المتنافسة على سدة الرئاسة. ما منقدر نتصرف وكأن شيئا لم يكن، ما منقدر نندق على جلسات ونجي ونشرع كأنه في رئيس جمهورية. كمان هذا الموضوع، سيبحث من هلأ ل 27 الشهر إذا بنحضر أو ما بنحضر. الأطراف السياسية تشير أو تلمح لأنه في حال بقى هذا الأمر على ما هو عليه اليوم قد يطالبون البطرك بالترشح لهذا المنصب ويكون بمثابة مكارس جديد للبنان. يعني حل، خلي يتفضل سيدنا ويترشح ونحن كلنا وراه. تقبلون بالبطرك يكون هو مرشح هو؟ نعم، إذا كان هو عنده رغبة بالترشح ليش لا؟ ستسهل أموره تجوا على الجلسة بتحضره؟ أكيد أكيد وعد. اللقاءات الثنائية على هامش الجلسات الانتخابية استعاض عنها الرئيس بري باجتماع ضم رئيس الحكومة تمام سلام والرئيسين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة، وجرى البحث في مصير الاستحقاق الرئاسي وسبل تسهيل العمل التشريعي والحكومي في الفترة المقبلة، إلا أن مصادر مطلعة استبعدت إمكان التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن في ظل توجه الكتل المسيحية إلى المقاطعة بمباركة بطريركية. أقفلت أبواب المجلس على جلسة انتخابية فارغة المضمون، الأمر الذي قد ينسحب على الجلسات التشريعية، ما يعني تكرار لمراحل سابقة كان فيها الفراغ وغياب المؤسسات سيد البلاد. من ساحة النجمة باسل العريضي، قناة الجديد. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يصف اليوم بالحزين، متحسرا على ضياع فرصة جادة لانتخاب رئيس قوي. تقرير رونا حلبي. هو المشهد نفسه في معراب تكرر للمرة الرابعة.
تكرار طبيعي لكون المشهد في مجلس النواب هو الآخر لم يتغير، لا نصاب لا انتخاب، فامتعاض في معراب. وإذا كان الحكيم قد رأى جلسة الانتخاب الأولى التي تكرر فيها اسمه 48 مرة انتصاراً كبيراً، فالجلسة هذه وهي الأخيرة ضمن المهلة الدستورية كانت بالنسبة إليه يوماً حزيناً، خسر فيه لبنان فرصة جادة لانتخاب رئيس قوي من الصف الأول. اليوم يوم حزين لأنه كان في عندنا إمكانية جدية، أولاً أنه الاستحاء يكون استحاء صحي، كلنا سوا كنا عارفين بتاريخ الانتخابات، ما بتصور اجت فجأة، كلنا سوا كان فيها نحضر مثل ما حضرنا ب 14 أدار، نحمل حالنا ننزل على المجلس من أول جلسة ننتخب رئيس. التصرف الصحي هيك بيكون. في البعض بيقولوا المجلس النيابي ما تحمل مسؤوليته، في البعض بيقولوا النواب ما تحملوا مسؤوليتهم، هذا شيء مش مزبوط. في 75 نايب تحملوا مسؤوليتهم، وهودي نزلوا على أول جلسة وعلى ثاني جلسة وعلى ثالث جلسة وعلى رابع جلسة وعلى خامس جلسة، بينما النواب الآخرين ما تحملوا مسؤوليتهم. هودي الجمهوريين، هودي الدستوريين، هودي الديمقراطيين، أما الآخرين عم ببلجوا على الدستور. متسلحاً بالدستور، أكد رئيس حزب القوات سمير جعجع أن الدولة تتعطل عند شغور الرئاسة، مستغرباً أمر من يستخف بالفراغ الرئاسي. إيش فريق 8 أدار ما نزل على الجلسات؟ يعني هلأ صارت واضحة من بعد ما صارت للأسف بتصور هاي آخر جلسة بالموسم، ليش ما نزل على الجلسات؟ لأنه ما كان واثق أنه ممكن ينجح. أي وقت نوقت في أي حل جدي أنا مستعد أبحث فيه. نحن مستمرين، رح نكفي مع كل الضنينين بالبلد، مع غبطة البطريرك، مع كل اللي حابين يكملوا، نجرب نخلي الفراغ بأقصر فترة ممكنة نوصل إلى انتخاب رئيس فعلي وجدي للبنان من بعد 24 سنة من غياب هيك رئيس عنه. هو إذن يوم حزين جدا 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 بحسب جعجع، الذي أكد أنه لو ترشح النائب ميشيل عون ونال 65 صوتا لكان أول من هنأه، أمر لو حدث لكان على الحكيم على الأرجح إعادة تقويم مشاعره. إذا كان سيد معراب يرى هذا اليوم يوما حزينا دخل فيه الفراغ القصر الرئاسي، فما عليه ربما إلا أن يتذكر أن جنرال الرابي بدا ولو لحظات أنه الرجل المناسب لدخول القصر. من معراب، رونا حلبي، قناة الجديد. ضمن سلسلة التحقيقات شرع الحشيشة في لبنان، فريق الجديد يجول في مزارع الحشيشة متتبعا مراحلها. تحقيق للزميلة يمنى فواز. لا يجول أصحاب حقول الحشيشة في مزارعهم من دون حمل السلاح ترقباً لأي طارئ غير محسوب، إذ بات الأمر جزءاً من عاداتهم وأسلوب عيشهم. أبو أحمد أحد مالكي مزرعة للقنب الهندي أي الحشيشة في منطقة البقاع، يشرح لنا المراحل التي تمر فيها زراعة الحشيشة وصولاً إلى جني المحصول. من جيب الأنبوز نضرب الأرض ونعمله بالموتير الفليحة على الزراعة، ومنفلتها لتنزل عليها الدنيا شتي، بعد شهر 8 بتطلع. من بعد ما تطلع من عشبة مثل ما شفتي هاي الفعالة من جيبي من أم العوش، ومنرجع منصقيها 3 عددين لأول أيلول. 3 عددين؟ ثلاث عددين. شو يعني 3 عددين؟ ماي، 3 مرات ماي. يعني أي متى وأي متى وأي متى؟ بحزيران وبتموز وبقاب. أوكي، بدها 3 عددين ماي منوقف عني، منريح على شهر 20 يوم ونبلش فيها القاص، يعني بدها شهر من القصة، ومنتركها بالأرض جمعة 10 أيام منصور اللمة على المزيري، ونجيب شغيلي بيرجعوا يدقوها، وفي مكانيات إلها منشتغل علي منطيل على البضاعة البودة. التعشيب هو المرحلة الثانية في زراعة الحشيشة، حيث تنظف الحقول من الأعشاب الضارة لتنمو نبتة الكيف بحجمها الطبيعي. هلأ نحن بموسم عشيب من قيمة الوسخ منه العشبة مثلها، هاي العشبة من قيمة بنقيها، هاي دي الطايفة بيقولولها. قدي بدلهم بالتعشيب؟ حسب الشقفة بتكون كبيرة، بدنا جمعة 10 أيام منخلص، منبلش صاي كل 20-25 يوم بدنا عضين مال. إذا ندايب الموسم شو يعني بيكون؟
اذا انضرب ينضرب موسم الحشيشه؟ ما بينضرب لا ابدا؟ لا. شو ممكن يأذي للحشيشه؟ تلف الدولة. هو الشيء الوحيد؟ ابدا الدولة تيجي تتلفها ونحن هيدا ما بنقبل ولا بنخليها تتلف. هؤلاء العمال واغلبهم من السوريين لا يشكون حرارة الشمس ولا العمل الطويل، بل يشكون الدوار الذي يرافقهم خلال فترة التعشيب في الحقل. دايخة؟ ما حبيبتي؟ أنتوا بتدركم معه الحقود؟ نحن ما بنتركهم أبدا. ليه؟ أول شيء شغيرة بنضل معه، وثاني شيء بنفزع إنه ما تجي دولة عليهم أو شيء بلد أول معه. وبتدركم مسلحين؟ والسلاح بضل معنا عطل. أي وقت من السنة بتقولوا بنقعد ببيوتنا ولا بنحمل السلاح ولا شيء؟ لحتى نخلصها شغل، بالشتاء بنقعد. نقعد لنا شهرين نرجع نبلش زراعة جديد. وبترجع بتحملوا السلاح من جديد؟ أبدا هيدا الشغل بالحق. هذه الحقول التي تنمو اليوم بسلام هي كنز لبنان القادم، فهل ندرك طريق النعمة؟ اتينا عليها بقرب عليها هاي دي بدنا نعمله هاي بدنا نعمله بقرب عليها هاي بدنا نكتب كيف. هدية قطر للبنان إتاحة الفرصة لمتابعة المونديال عبر تلفزيون لبنان. العمل الرسمي لذلك انطلق ولا يبقى سوى توقيع العقود. هل وافقت قطر فعلا على إعطاء تلفزيون لبنان ترددات نقل مباريات المونديال؟ سؤال كان محل التباس في الساعات الأخيرة، فبعدما انتشر هذا الخبر كالنار في الهشيم خرجت أصوات تنفي صحته جملة وتفصيلا، وأبرزها ما صدر عن شركة سما الوكيل الحصري لبي إن سبورتس في لبنان التي أكدت أنها الوحيدة التي تمتلك حقوق البث، لتعود مصادر أخرى وتؤكد الخبر الأول وهو حصول تلفزيون لبنان على هذا الحق من إمارة قطر، مداعمة خبرها بأن الموظفين في مؤسسة تلفزيون لبنان وضعوا في جو نقل التلفزيون المباريات، علما أن التحضيرات لهذا الحدث قد انطلقت مع استخدام الإدارة معدات جديدة لبث المباريات تحت إشارة بي إن سبورت. فما الحقيقة؟ اليوم انطلق العمل الرسمي بتواصل بين تلفزيون الجزيرة وتلفزيون لبنان، لأنه طلب تلفزيون الجزيرة بسموه الترددات البث التي يتعامل معها تلفزيون لبنان. إذن صار في نوع من تنسيق، وهذه إشارة إيجابية جدا إلى موافقة دولة قطر على التواظب والمواصلة يلي عملها فخامة رئيس الجمهورية، لأنه كان في كتاب وأرسل كتاب تاني مبارح بالليل التواصل، هذه أول مرة بقدر ببحثها، ولكن أنا ما بقدر بقول أنه انتهى الأمر. انتهى الأمر لما نبلش ونمضي العقود، وإن شاء الله إن شاء الله ناطر إشارة صغيرة لأركب الطيارة وأروح على الدوحة وننسق وننهي هذا الموضوع. أنا مقهور لأنه حرم تلفزيون لبنان وحرم الفقير بلبنان من أن يشاهد بطولة لبنان في كرة السلة. لهذا السبب وهذا كان حافز كبير لإلي أن ألاحق هذا الموضوع، لأنه إذا حرم اللبناني من كرة السلة اللبنانية لن أحرم لبنان من كرة القدم العالمية. وكنت بقرارة نفسي مستعد إذا كان هناك من طلب مادي أن أؤمنه شخصيا، ولكن أنا أكيد أنه دولة قطر لن تبخل على الشعب اللبناني هذه المكرمة وهي الهدية التي سوف يقدرها لها كثيرا. إذن وعطفا على كلام طلال مقدسي رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان، يبدو أن اللبنانيين سيعودون إلى ترداد مقولة شكرا قطر التي بات مؤكدا أنها ستفي بوعدها وستهدي إلى اللبنانيين فرصة مشاهدة المونديال 2014، علما أن بي إن سبورتس سبق وطلبت مبلغ 6.5 مليون دولار لإعطاء حق البث، وهذا ما لا يستطيع تلفزيون لبنان بطبيعة الحال دفعه. في الضاحية الجنوبية أظهرت مشاهد مصورة تدريبات لعناصر تتدلى على الحبال من على سطح أحد المباني في منطقة بئر العبد حيث وقع التفجير الأول. Thank you.
وصول قافلة ثانية إلى بلدة الطفيل الحدودية تحمل حصصاً من الأدوية والمواد الغذائية. أوصل اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية في لبنان ودار الفتوى في بعلبك والهيئة العليا للإغاثة القافلة الإنسانية الثانية الإغاثية 2 إلى بلدة الطفيل اللبنانية الحدودية، وقد حملت معها كمية من الأدوية والمواد الغذائية، ورافق القافلة طبيب للمستوصف وأحد عشر جريحاً كانوا قد خرجوا في الرحلة الأولى، إضافة إلى 20 شخصاً ممن أرادوا العودة إلى البلدة. وقد رحب أهالي الطفيل واللاجئين السوريون بقافلة المساعدات، وأملوا أن تنتهي مأساتهم قريبا وتعبد الطريق اللبنانية لتعود الطفيل إلى حضن الوطن اللبناني من جديد. وهي مكونة من عدد كبير من الحصص الغذائية وحصص التنظيف وكمية من الطحين، بالإضافة إلى بعض الأدوية، وهناك كمان محاولات لتصليح بئر الضيعة وإعادته إلى الحياة من جديد، وهناك حوالي 11 جريحا نزلوا في المرة الماضية والآن يريدون العودة. يعني أود التأكيد على التجاوب الكامل الموجود أولا من وزارة الداخلية مع كافة الأجهزة الأمنية، وهي واقعية إيجابية تسجل لوزير الداخلية، إضافة إلى مساعدة القوى الموجودة على الأرض وتجاوبها بشكل كامل مع هذه الحركة الإنسانية. وبنطالب بالبير، بالمستوصف تأمن، الحمد لله الفرن تأمن، ما بقى في عندنا غير هلأ إيه الطريق وبس. ووعد منسق القافلة حسام الغالي بمواصلة الجهود والتنسيق مع وزير الداخلية نهاد المشنوق والجهات المعنية، مثمنا الجهود التي يبذلها مفتي بعلبك الشيخ بكر الرفاعي في هذا المجال. في منطقة الجناح عثر صباح اليوم على شاطئ سان ميشيل على جثة منتفخة ومتحللة لشاب في العقد الثاني من العمر، وحضرت عناصر قوى الأمن الداخلي لإجراء التحقيقات اللازمة وكشف ملابسات وفاته، وحضر كذلك الطبيب الشرعي أحمد المقداد الذي قال أن وفاة الشاب حدثت قبل نحو 5 أيام وأن لا إشارات ولا علامات عنف عليها. مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني يؤكد بعد عودته من الكويت أن وضع لبنان سيكون صعبا من دون رئيس. رأى مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني أن وضع لبنان من دون رئيس سيكون صعبا ومفتوحا على كل احتمال سلبي. كلام قباني جاء في مطار بيروت الدولي بعد عودته من الكويت، حيث شارك في اجتماع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. إن عدم انتخاب رئيس الجمهورية يفتح أبواب لبنان ويشرعها لكل الاحتمالات السلبية وربما الإيجابية، ولكن لا نتوقع الإيجابية. إن حصلت الإيجابية فيكون هذه مفاجأة جيدة نتمناها أن تحصل إلى لبنان، لأن لدينا تجربة سابقة في عدم انتخاب رئيس للجمهورية طيلة سنوات الحرب الأهلية. صحيح أنه ليست هناك حرب أهلية الآن ولا نريد عودتها، إلا أن الحرب الباردة لا شك من وراء ستار موجودة بين اللبنانيين. من الذي قال أن النواب ينتخبون؟ من الذي قال أن نواب المجلس النيابي اللبناني مع احترامي وتقديري لهم ينتخبون؟ هم لا ينتخبون، هم ينتظرون فقط لهذا الإجراء الشكلي الذي يقومون به. وهذه كلمة حق نقولها، لماذا الضحك على بعضنا؟ ولكن المسؤولون هم الذين يدبرون السياسة اللبنانية في الداخل وفي الخارج، وفي الخارج أكثر من الداخل. وعن علاقته بتيار المستقبل أوضح المفتي قباني: ليس لدي طلبات منهم، هم لهم طلبات، لهم طلبات بعدم انتخابات مجلس الشرعي، بتعطيل انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى. التمديد المشرعي أصبح هذه السنة للسنة الخامسة يمدد له، والانتخابات كان ينبغي أن تكون في نهاية عام 2009. لماذا هذا التعطيل؟ التعطيل هو من قبلهم. الوضوح هو أهم شيء. هم طلباتهم تنفيذ والموافقة على تعديلات التي تقدم بها الرئيس فؤاد السنيورة إلي
من أجل طرحها على المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وهي تتناول سحب صلاحيات كثير من صلاحيات مفتي الجمهورية اللبنانية. وردا على سؤالين بخصوص زيارة البطريرك بشار الراعي المرتقبة للأراضي المقدسة، قال قباني إن البطريرك أدرى بقراره وتفسيره، لافتا إلى أن العلاقة بالسعودية قائمة على الاحترام ورفض المس بها بأي أمر سلبي. بعد تحريات واستقصاءات مكثفة، تمكنت مديرية أمن الدولة في البقاع من ضبط وتوقيف عصابة سرقة عملت منذ سنوات على سرقة أسلاك كهربائية عائدة إلى مؤسسة كهرباء لبنان، ونشطت عملياتها بين محافظتي جبل لبنان والبقاع، وضبطت بحوزتها أيضا كمية من الأسلاك المنزوعة الغلاف بواسطة الحرق تمهيدا لبيعها، وقد جرى تسليم الموقوفين والمضبوطات إلى القضاء المختص. موظفو مستشفى رفيق الحريري الحكومي يواصلون اعتصامهم المفتوح حتى قبض مستحقاتهم المالية المتأخرة. مجددا، إنهم موظفو مستشفى رفيق الحريري الحكومي، هذا المستشفى الذي كان يعد سابقا مستشفى للفقراء وصرحا تعليميا مهما، اليوم ونتيجة عدم الاستقرار المالي الذي يمر فيه بات عاجزا عن دفع رواتب موظفيه، فأصبح الاعتصام والتوقف عن العمل بمثابة برنامج يومي لهم. أكثر من 1000 موظف لم يقبضوا رواتبهم عن شهري أذار ونيسان الماضيين، ناهيك عن مستحقات الأعمال الإضافية المكسورة. اعتصموا أمام مدخل المستشفى لليوم الثالث على التوالي. منك شايف نحن عم نعمل خطوات شوي سلمية، وهي الحجز المحبة مع تقديم بعض الشعارات اللي نحن لدعم المؤسسة ولدعم المشوار الطويل مع المؤسسة. نتمنى على القيمين على هالدولة انه تهتم وتطلع، يكون في عندها وجهة نظر تجاه المؤسسة، انه تشوف هالناس كلها اللي الى شهرين لحد هلا مش قابضة معاشاتها. نحن من هالشعب، نحن لبنانية، نحن منا خبر بيطلع باخر النشرة، نحن موجوعين، نحن لبنانية، 1000 عائلة عم بتناشد ضمائر الحكام، وينكم؟ ما حدا طلع علينا، ما حدا شافنا، صرنا اسبوعين من ناشدكم، كلنا وعود، بدنا شيء على الأرض، نحن ما عاش فينا نتحمل. وأكد الموظفون مضيهم في الاعتصام المفتوح إلى حين إيجاد حل جذري لمشكلاتهم ضمن الأطر السلمية المشروعة. الوزير السابق عبد الرحيم مراد يطالب بأن ينتخب الشعب اللبناني رئيسه، والأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني خالد حديدي يرى أن النظام الموجود يرى أن الفراغ يبقى قائما ما لم يصنع رئيسه في الخارج. انتقد الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني خالد حديدي ما أسماه معاودة إحياء التاريخ عبر رموز لم تعد قادرة على تقديم شيء للبلد إلا الذكريات السوداء، وأهمها إحياء الثلاثيات في محاصصة القضايا الوطنية الكبرى في البلد، بحيث تعطى كل قضية لطائفة أو لممثل طائفة. وفي خلال لقائه رئيس حزب الاتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد لمناسبة العيد 50 لتأسيس الحزب، رأى حديدي أن النظام اللبناني لا ينتج إلا الفراغ حتى في ظل وجود رؤساء جمهورية وحكومات ومجلس نيابي. نحن أمام نظام لا ينتخب ولا يحدد هو حاكميه ورؤسائه وممثليه، نظام يصنع له رئيس في الخارج دائما، وإذا لم تكن الطبخة ناضجة ما بين الرياض وطهران وصولا إلى واشنطن مرورا بباريس كمحطة وليس كأساس، هذا النظام إذا لم يصنع له رئيس في الخارج يبقى فارغا. مراد من جهته رأى أن النظام اللبناني بات بحاجة لعملية جراحية سريعة وليس لمسكنات. أنه رئيس جمهورية ينتخب من الشعب أيضا قضية مهمة، ونأجل قصة إلغاء الطائفية السياسية مش وقتها هلا، لأنه القانون الانتخابي هو نفسه النسبي على لبنان دائرة واحدة، ممكن يخفف كثير من يقسم ظهر الطائفية والمذهبية على الساحة. وأمل مراد ألا يكون موضوع إصلاح النظام بحاجة إلى حرب أهلية. الجيش السوري يفك الحصار عن سجن حلب الدولي ويقطع طرق الإمداد التركي على المعارضة، وروسيا والصين تجهضان مشروع إحالة ملف سوريا إلى الجنائية الدولية. الله حي الجيش، الله حي الجيش. تأتي أهمية هذا الإنجاز كونه يضيق الخناق على البؤر الإرهابية في الأطراف الشرقية والشمالية الشرقية لمدينة حلب، ويقطع طرق الإمداد التي كانت تستخدمها العصابات الإرهابية
في التحرك من الريف الشمالي لحلب. تمكن الجيش السوري من فك الحصار الذي فرضه مقاتلو المعارضة منذ أكثر من عام على سجن حلب المركزي في شمالي البلاد، ودخلت دبابات وناقلات جند السجن. سر الصمود قناعة الشباب بالقضية اللي نحن عم ندافع كرمالها، ونحن متابعين بمسيرة الدولة، نحن أبناء هالدولة هي ولازم نضحي بك. نتشكر الجيش العربي السوري، وكنا صامدين بفضل الله وفضل الشباب الطيبة وكرمال القضية اللي كنا ماشيين فيها، والله يرحم شهدائنا ويرحم كل شهداء سوريا. طبعا لنا الفخر بسبب انتصارنا على المسلحين، وبنشكر الجيش العربي السوري، وبالروح بالدم نفديك سوريا. الحمد لله رب العالمين، صمدنا وحصدنا ثمرة الصمود بفك الحصار ووصول الجيش، والله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى. وكان الجيش السوري قد خاض اشتباكات عنيفة هاجم فيها مقاتلي المعارضة في محيط سجن حلب المركزي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في الجانبين. ونجحت قوات النظام في السيطرة على مواقع في المدينة الصناعية بحي الشيخ نجار، وشن الطيران الحربي غارات جوية استهدفت محيط مدينة الأتارب وبلدة دارة عزة في ريف حلب الغربي، وألقى الطيران المروحي برميلا متفجرا على حي الشيخ خضر في مدينة حلب. وذكر التلفزيون السوري أن عددا من مسلحي المعارضة قتلا في هجوم شنه الجيش السوري على المليحة وعين ترمة في ريف دمشق. وقال ناشطون إن مقاتلي الجيش الحر أسقطوا طائرة استطلاع في بلدة المليحة بالغوطة الشرقية. إلى ذلك اعتقلت السلطات الهولندية متطرفا هولنديا قاتل في سوريا وهو يستعد لتنفيذ عملية سطو، قال إن الهدف منها تمويل المعارضة السورية. ويذكر أن الاستخبارات الهولندية أفادت بأن أكثر من 100 هولندي توجهوا للقتال في سوريا عام 2013. سياسيا، استعملت روسيا والصين حق النقد الفيتو لإسقاط مشروع قرار يحيل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، تمهيدا لملاحقة قضائية محتملة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الحرب المستعرة منذ أكثر من 3 أعوام هناك، وهذه المرة الرابعة التي تحول فيها روسيا والصين دون إقرار تحرك من جانب مجلس الأمن في شأن سوريا. وشاركت 62 دولة في رعاية القرار الذي صاغته فرنسا. أكد المرشح للانتخابات الرئاسية السورية حسان النوري أن الأزمة في بلاده بدأت بمطالب محقة للمواطنين سببها سوء أداء الحكومة الاقتصادي واحتكار الثروة في أيدي مجموعة صغيرة، مشيرا إلى أن برنامجه يركز على الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد. وقال النوري إن الحكومة الأخيرة ما قبل الأزمة لونت اقتصادا غريبا لم يعد مفهوما، وأصبحت ثروة الوطن محتكرة بيد 100 عائلة، موضحا أن هذه العائلات ليست بالضرورة مقربة من القيادة السياسية، لكن آلية تطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي كانت تتم عبر معايير مزاجية ومشخصنة. وأضاف النوري إن الأزمة الآن حرب كونية ومؤامرة خارجية، وأن البلاد تحتاج إلى ثورة حقيقية بمعنى التغيير للمنظومة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحل السياسي وحده لا يكفي. طالبت الأمم المتحدة وواشنطن ومنظمات حقوقية دولية إسرائيل بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في ظروف مقتل فتيين فلسطينيين، فقد نددت منظمة العفو الدولية باستعمال الجيش الإسرائيلي العنف المفرط في حادث عوفر، وقالت في بيان لها: لجأ أفراد الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود إلى استعمال القوة المفرطة بما في ذلك القوة المميتة ردا على رمي الحجارة من قبل المحتجين الذين لم يشكلوا تهديدا لحياة الجنود ولا لعناصر الشرطة في المعسكر الحصين التابع للجيش. وكان وزير الحرب الإسرائيلي موشي يعلون قد علل هذا الحادث بأن مجموعة من الشبان بادرت إلى إلقاء زجاجات حارقة وحجارة على عناصر من الشرطة، فرد هؤلاء كما يجب حين شعروا بالخطر، مؤكدا أن جنوده تصرفوا وفقا للقانون. صاحب المخازن التي التقطت كاميراتها ما حدث قال إنه شاهد طلابا يتوجهون نحو سجن عوفر فيما كانت مجموعة من الجنود تقف في محاذاة مبنى مجاور فرشقوها بالحجارة، وأطلقت القوة قنابل الغاز والرصاص المطاطي عليهم، وأضاف إن الشابين سقطا بعد سماع دوي طلقات حية عدة. فرض الجيش التايلاندي حظرا للتجوال في البلاد معلنا تعليق الدستور واستدعاء أعضاء الحكومة المقالة، وذلك عقب إعلانه انقلابا عسكريا وتسلمه السلطة. وأمر الجيش التايلاندي محطات الإذاعة والتلفزيون بالاكتفاء ببث بيانات النظام العسكري الجديد الذي نفذ الانقلاب. وجاء في البيان الذي تلاه ناطق باسم الجيش أن الانقلاب
كي تعود تايلاند إلى الحياة الطبيعية فإن على القوات المسلحة أن تتسلم السلطة، وأضاف أن سيطرة الجيش لن تؤثر في علاقات بلاده الدولية. يذكر أن الجيش اعتقل قادة طرفي الأزمة في تايلاند وفق ما ذكرت وكالة فرانس بريس. في الخبر الأخير، فوجئ المذيع البريطاني جيريمي ويد بأفعى أناكوندا يقدر طولها بالستة أمتار ووزنها بنحو 90 كيلوغراما، وذلك خلال غوصه في أعماق النهر للبحث عن قاتل بعض السكان في غابات الأمازون في إطار برنامجه وحوش البحر. ورجح موقع ديلي ميل البريطاني أن تكون الأناكوندا هي القاتل الذي يبحث عنه الجميع والمسؤول عن قتل واختفاء عدد من سكان المنطقة. ويظهر الفيديو لحظات الذعر التي عاشها المذيع مع فريق التصوير عندما كانت الأفعى تسعى أمامها، لكنها يبدو أنها تشعر بالتخمة لأنها تركتهم يتابعون عملهم الصحفي وكأن شيئا لم يكن. I've stumbled into a potential man-eater and weighing at least 200 pounds. It's a monstrous beast. في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. كان في النشرة مذكرات تبليغ سوريتان بحق جملاط وخشان بتهمة النيل من هيبة الدولة. ما عندي مشكلة، يبلغوني مباشرة، ما فيها مشكلة. شوية قاضية إنه تطلع مذكرة. بعد يومين فخامة الفراغ يحط في القصر الجمهوري. وجعجع حزين. اليوم يوم حزين لأنه كان في عندنا إمكانية جدية. في الخاص زراعة الحشيشة والسلاح حاميها. إلا التلف الدولي. الجيش السوري يستعيد سجن حلب. وكان في النشرة أناكوندا ترحب بمذيع. كان هذا كل شيء حتى الساعة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء في نشرة أخبار 11:30.